يواصل مؤشر شنغهاي لليوم الثاني على التوالي تسجيل نسب تراجع وصلت اليوم إلى 5%. ورغم أن الأسهم سجلت بعض الاستقرار النسبي، إلا أن ثقة المستثمرين في السوق الصينية تزعزعت، خصوصا صغار المستثمرين الصينيين الذين استثمروا الملايين في شراء الأسهم بناء على اقتراح من حكومة بلدهم، غير أن أموالهم ذهبت أدراج الرياح. السوق تشهد ركودا، ويجب على الحكومة أن تقول للشعب بأن يقوم بشيء. عندما تكون هناك مشاكل يجب قول ذلك بدل ترديد خطابات فارغة مثل التحلو بالثقة، فذلك لا يساعد في شيء في ظل تراجع البورصة. لست متفائلة على الإطلاق، لم أعد أستطيع سحب أموالي التي خسرت أغلبها تقريبا في البورصة، لكن لدي شخصية قوية ولن أنتحر. وعندما يفقد المستهلكون الصينيون أموالهم في البورصة، فهذا يعني أنه لم يعد لديهم ما ينفقون، ما سيؤثر سلبا على الاستهلاك وتتجاوز تبعاته الصين إلى خارج. فالصينيون مثلا لن يكون لديهم المال الكافي لاستيراد السيارات الألمانية، مما سيؤثر على أرباح شركات صناعة السيارات الألمانية التي تحقق أرقاما قياسية في المبيعات بفضل السوق الصينية.